بعد عقود من الحرب تحاول مقدشو استبدال صور الدمار بأخرى تنبض بالحياة. انتعاش يشهده القطاع العقاري، مشاريع سكنية ومحال تجارية عملاقة تشيد برأس مال خاص يقدر بأكثر من 30 مليون دولار أمريكي. مهندسون يعملون على تشييد هذا المبنى المكون من 11 طابقة. هو مشروع من نحو 20 مشروع بناء في العاصمة وحدها، نهضة يأمل القائمون عليها أن تغير وجه العاصمة في غضون الخمس السنوات المقبلة. من المتوقع أن تزداد المشاريع الإنشائية في العاصمة وأن يتم تشييد مبان تفوق 30 طابقا، ما يجعل مقدشو في السنوات المقبلة مدينة حديثة من حيث التطور العمراني. مشاريع سكنية جديدة خلقت فرص عمل للكثير من الشباب العاطلين عن العمل. قبل سنوات قليلة كانت أعمال الشركة تتمثل في تشييد منازل من طابقين، أما اليوم فمشاريعنا تستهدف بناء 10 طوابق وما فوق، وهو ما يعكس تنامي المدينة عمرانيا، بخاصة المحال التجارية والشقق وكليات الجامعات الداخلية. مشاريع سكنية باتت تدر دخلا جيدا لأصحابها وتشجع على حركة الاستثمار الداخلية وتساهم في النمو الاقتصادي للبلاد. مقدشو اليوم تنفض غبار الدمار لتبني بيوت المستقبل، ففي غضون 10 سنوات توسعت العاصمة ضولا وعرضا، كما انتعشت تجاريا وعقارية، لكن كان لذلك ثمن لابد أن يدفع. حي دار السلام واحد من الأحياء السكنية الجديدة في العاصمة، يتراوح سعر البيت الواحد فيه ما بين 50 و90 ألف دولار أمريكي، ثمن باهظ لا يمتلكه كثيرون، فارتفاع أسعار العقارات والإيجارات ما زال يخنق سكان العاصمة وخاصة الطبقة الفقيرة والمتوسطة منها.